شكرا للزميل محمد الهرمودي على هذا التقرير. زميلنا محمد ما شاء الله يعني من اللي عرف انه يلعب بولينج بعد شاطر، يبغي لنا نلعب مع بعض محمد البولينج ونشوف منو اللي بيفوز، وبنسوي تقرير منو اللي احسن في طريقة اللعب. شكرا يا محمد ويعطيك العافية. متواصلين معاكم مشاهدينا وننتقل الى موضوع جميل وتثقيفي من اكيد مواضيع صباح الشارقة، قد يتعرض العديد مشاهدينا من الاشخاص الى الاصابات العرضية مثل حوادث الانزلاق او نوبات الربو وغيرها، وقد تسبب هذه الاصابات العديد من المضاعفات. حديثنا اليوم حول الاصابات العرضية، ما هي وكيف يتم التعامل معها. كل هذه المعلومات راح تجيب عليها ضيفتنا الدكتورة فدوى الحمادي، اخصائي طب الطوارئ. صباح الخير دكتوره وحياك الله معنا في صباح الشارقه. يسعد الله صباحك وشكرا جزيلا على هاي الاستضافه. صباحك دكتوره، سعيدين بوجودك معنا، وان شاء الله اليوم المشاهدين يستفيدون طبعا من المعلومات اللي راح نقدمها لكم. دكتوره، خلف البدايه نعرف يعني ساده المشاهدين ماذا نقصد بالاصابات العرضيه. الاصابات العرضيه او الاكسيدنتال انجريز هي الاصابات اللي تصير بشكل غير متعمد او بشكل غير مقصود. نعم. على سبيل المثال عندنا حوادث السيارات، عندنا السقوط او الانزلاقات، الغرق، الحرق، وهاي هي بشكل عام. جميل. اللي ذكرتيهم هذه اكثر الاصابات انتشارا بالنسبة للإمارات. أكثر الإصابات العرضية انتشاراً أول شيء ينيك بالسقوط أو الانزلاق وتمثل نسبة 35%، واللي يجي بعدها حوادث السيارات وتمثل 31%. بس بالنسبة عالمياً أكثر الحوادث انتشاراً هي حوادث السيارات. حوادث السيارات، جميل. دكتورة، في حال لا سمح الله تعرض لأحد الإصابات العرضية، سواء أنا كشخص أصبت أو شخص آخر، شو أول شيء لازم أنا أسوي أو أول إجراء لازم أتبعه؟ هو دائماً على حسب الإصابة، أوكي؟ بالعادة مثلاً حوادث السيارات يحاول إنه يكون بالسيارة، أوكي؟ ويتصل على أقرب مسعف، أو اللي يشوف الحادث يتصل على أقرب المسعف، أقرب إنه يتصل على الإسعاف عشان بيهم. نعم. لأن أصلاً المسعفين في هاي الحالة هم لهم دور أساسي في الإصابات. جميل. حلو، شو دور اليوم المسعفين؟ يعني فور وصولهم إلى مكان الحادث أو الإصابة إذا ما كان في شخص مصاب. المسعفين في مكان الحادث هدفهم الأساسي هو التدخل السريع والنقل السريع. نعم. التدخل السريع يكون أول شيء مهمته إنه يتأكد من أمن المكان لسلامته وسلامة المصاب. نعم. بعدها يتأكد من درجة وعي المصاب ومجرى التنفس والتنفس والأوعية الدموية. من هاي الإجراءات بيعرف إذا كانت وجود إلى حالة حرجة تستدعي إلى نقله إلى أقرب مركز طوارئ. جميل. إذن المسعف هو يعني يشخص مبدئيا أو ينتبه أو يلاحظ المؤشرات هذه، هي وعلى حسب الحالة اللي هو يشوفها. نعم. لازم يوجهها إلى مستشفى ذات جاهزية للتعامل مع هاي النوع من الإصابات، وعندهم الإمكانية لعمل التدخل اللازم. نحن طبعا نشيد دكتورة يعني بما نتكلم عن الإسعاف، ما شاء الله الإسعاف الوطني عندنا سرعة الاستجابة ما شاء الله عليهم وكوادر مؤهلة ويتمتعون يعني بحرفية صراحة في التعامل، فنحن نشكرهم ونوجه لهم الشكر والتقدير إن شاء الله دائما، ويعني مبدعين ومجتهدين في عملهم. دكتور، بتكلم عن المستشفى وقسم الطوارئ هو القسم اللي يستقبل الحالات. عملية تصنيف الحالات يعني اللي تصل أو ترد إلى قسم الطوارئ كيف تكون؟ وصول أي مريض إلى قسم الطوارئ. نعم. أوكي، نستقبلهم فورا في قسم الطوارئ، ويتم فرزهم المرضى أو ما يسمى بعملية الترياج على حسب درجة وعي المصاب والعلامات الحيوية وآلية وشدة الإصابة. نعم. ويتم نقلهم على حسب الأشياء المعطيات اللي عندنا إلى قسم الإنعاش أو إلى قسم الحالات الحادة أو إلى قسم التدخل السريع. وفي حال إذا تم نقله إلى قسم الإنعاش يعني سبيسيفيك حق الإصابات، بالتحديد يعني تحديدا حق. نعم. الإصابات يوجد فريق كامل متكامل للتعامل مع هذه النوع من الإصابات، أوكي، ويسمى بالتروما كود. ويكون أصلا متكون من أطباء الطوارئ. نعم. جراحين متخصصين في علوم الإصابات. نعم. مع
أخصائي التنفس، وبنفس الوقت نسوي اكتيفيشن حق أو تنشيط إلى قسم المختبط وقسم بنك الدم وقسم الأشعة. كل هالأقسام إذا كان إذا الإصابة حق المريض كانت محتاجة إلى عملية إنعاش، نسوي تنشيط إلى هذا الفريق، وكل الفريق ينزل إلى الطوارئ للتعامل مع هذه الحالة، وبهذه يكون أن إحنا استجبنا إلى الإصابة بشكل سلس ودقيق. يعني صراحة يعني دكتورة ما شاء الله مجهود كبير أو يعني تعاون كبير ما بين أقسام مختلفة. يمكن الإنسان المريض العادي يعني ما يعرف هذه المعلومات، أنه خلال وصولك أنت في لحظة معينة وإذا كان عندك حالة حرجة كل هذه الأطقم والأقسام تكون يعني رهن إشارة المريض هذا لاتخاذ أي إجراء سريع. دكتورة في حال يعني وجود نزيف خارجي أو داخلي، كيف يتم التعامل مع الموضوع؟ أول شيء الفرق ما بين النزيف الداخلي والخارجي، الداخلي هو يكون في جرح في إحدى الأعضاء الداخلية في الجسم. نعم. أوكي؟ مثل الطحال أو الكبد. وطبعاً يتم التعرف عليه من الفحص السريري. نعم. والتصوير الصوتي أو الأشعة المقطعية. نعم. أوكي؟ أما النزيف الخارجي يكون أصلاً يعني هو جرح باليلد ويكون يبين بالعين المجردة. بس النزيف الداخلي طبعاً ما نشوفه بالعين المجردة. وكيف يتم التعامل مع كلا الحالتين؟ هل أيضاً الجرح الخارجي أو النزيف الخارجي يحتاج لأشعة يعني تبين مثلاً إذا وصل لأي عضو أو مثلاً العمق؟ بالنسبة للنزيف الخارجي، نعم. أوكي، من الفحص السريري نقدر نعرف. جميل. ومن شدة سيولة الدم. الدم. في بعض النزيف الخارجي، أوكي، محتاج بس إلى ضغط ولف قماش نظيف ولا شاش طبي عليه، نعم. أوكي، ويوقف. أما إذا استمر وما ما استجاب مع الضغط والهاي، نقدر نستخدم ما يسمى بالعصابة أو التورنيكيت، أوكي، وهو يكون أصلاً واحد من هذولا، وهذه نستخدمها حق اللي يكون عنده كسر بالحوض، أوكي، هاي اللي يعني تخلينا نتحكم كمية النزيف. النزيف هذا يكون في المستشفى ولا في عند المسعفين؟ هذا يكون مع المسعفين ويكون عندنا بالمستشفى. هذه واحدة من الشنط اللي نحن نستخدمها في مدينة برجيل الطبية محمد بن زايد. نعم. اللي يكون فيها الأشياء المعدات المهمة، هي حق التنفس، أوكي، وفيها حق هاي الشغلات. نعم. وفيها حق نعطي أدوية أو نحط الكانيولا. جميل. هذه تكون موجودة عند المسعفين؟ هذه موجودة عندنا بالمستشفى نحن. هي في حالات تكون توصل عن طريق إصابات بطريق الهوليكوبتر، أوكي، وهي تكون بالطابق الثامن، فيكون عندنا الأشياء المعدات اللازمة اللي هي نقدر نتصرف فيها أول ما نستقبل المريض. أهم شيء يكون عندنا التنفس والأوعية الدموية. هذا أهم شيء. جميل. دكتورة بنتكلم عن التعامل مع كبار السن. أيضا قد ترد حالات لقسم الطوارئ يعني فيها كبار السن. كيف يتم التعامل معهم خصوصا كبار السن يكون مصابين بأمراض سكري وضغط أو قلب؟ كيف يتم التعامل معهم؟ نلاحظ أن أمراض السكر والضغط منتشرة كثير ما بين كبار السن في دولة الإمارات. صحيح. كقسم طوارئ أهم شيء نعرف أو نكتشف مضاعفات هذه الأمراض وبدء بالعلاج اللازم لها. بالنسبة لمرض السكر، من أخطر مضاعفات مرض السكر هو الحماض الكيتوني السكري أو ما يسمى بالDKA، وهو ينتج عن نقص أو عدم استجابة الجسم للإنسولين. نعم. من أعراضه أنه يكون عنده تغير في درجة الوعي أو ارتفاع حاد في السكر مع غثيان أو استفراغ، وفي هذه الحالة أو صعوبة نفس، وفي هذه الحالة لازم المريض يتجه إلى أقرب مركز طوارئ ليتم العمل اللازم له. نعم. والتعامل كيف يكون معه في قسم الطوارئ؟ أول ما يوصل لقسم الطوارئ نشوف هذه الأعراض، نسوي له فحص السكر، أوكي، ونسوي له فحص ثاني تبين عندي الأرقام بشكل سريع. نعم. أوكي، في هذه الحالة نبدأ نعطي نحن السوائل والإنسولين، ويبدأ بخطة علاج لازمة ولازم يتدخل إلى العناية. نعم. والتعامل مع كبار السن يعني أتوقع يكون بسرعة ويتم تصنيفهم هذول يعني أول ما نتوقع أن المريض عنده هاي النوع من المضاعفات يتجه
فورا الى قسم الانعاش. قسم الانعاش، نعم جميل. بنعود شويه الى الاصابات اللي تكون في المنازل دكتوره، وان اهميه يكون في وعي عام نحن كاشخاص، اولياء امور، العاملات في المنزل، انه كيف نتعامل مع مختلف الاصابات. شو ابرز يعني ابرز الاصابات اللي تكون في المنزل، وكيف يتم التعامل معها دكتوره؟ اكثر الاصابات اللي دائما نواجهها بالمنزل هي اصابات الانزلاق او السقوط. نعم اوكي. هني بتكلم عن فئه معينه، هي دائما الاطفال. دائما الاهل اوديهم ولا ما اوديهم في هاي الحاله، وبالنسبه اصابات الراس هاي الشيء وايد مهم. اوكي، مثلا اذا حسيت ان الطفل مش بسلوكه او بوعيه الطبيعي، او اذا كان اغمى عليه لا سمح الله، او انه صارت عنده حاله استفراغ، او انت تحسه مش بطبيعته، مثلا رقد بوقت مو وقت رقاده، او ما قاعد يتقبل انه ياكل، هني انصح الاهل انه يودونه الى اقرب مركز طوارئ، لان اصابات الراس يعني خطيره. اصابات خطيره، يعني هاي مؤشرات، هاي الاعراض، الاعراض هي تخلي الاهل انه يودونهم. بالنسبه للحرق دكتوره، نحن نعرف في البيت اذا واحد احترق حطوا له معجون اسنان ولا قهوة ولا كركم، يعني ها مال اول دائما شيء تعملهم. بالنسبه للحرق حتى الجرح لا تحطون عليهم ولا شيء، لا كركم لا معجون لا قهوه ولا اي شيء، ولا اي شيء من ادوات المطبخ. هي بالنسبه اذا كان جرح بسيط نفس الشيء ضغط وتلفونه. نعم. اما بالنسبه للحرق تخليه تحت ماي، مش تحطون عليه ثلج، تخلونه تحت ماي. نعم. لمده 5 دقائق 10 دقائق، نفس الشيء تلتون للمستشفى، حتى اذا صارت فقاعات لا تفتحونها، هني تزيد عمليه الالتهاب. تزيد عمليه الالتهاب. هي. جميل. هل ضروري ان الواحد يكون عنده مثلا مراهم للحرق في المنزل، شنطه الاسعافات الاوليه، هذه ضروريه تكون شنطه الاسعافات الاوليه صراحه ضروريه في المنزل. وشو العلاجات اللي ممكن تكون عندي في المنزل دكتور، مثلا للحرق، في مثلا دواء يخفف، مثلا ما ابغي اروح المستشفى، حرق بسيط ولكن ابغي اهتم بجلدي، خصوصا الامهات الله يحفظهم يعني في المطبخ دائما، او اذا طفل مسك مثلا ملعقه ساخنه او شيء. هو بالعاده نحط لهم كريم ميبو. ميبو اللي هم الحروق. بس في الحروق بعد لها درجات. في درجه اولى، في درجه ثانيه، درجه ثالثه، يعني بالذات الفقاعات ترى هاي تعتبر درجه ثانيه. جميل. ايضا نتكلم عن الاطفال، عمليه الابتلاع، الطفل اوقات اذا مثلا ما حد انتبه له ممكن يبتلع اي قطعه معدنيه او يعني او اي شيء موجود في المنزل الصغير. الاختناق كيف يتم التعامل معه؟ بالنسبه الى الاختناق في هناك دورات اصلا تتعامل مع هاي، بس بالنسبه اذا كان عمرهم اصغر عن سنه تضرب على ظهرهم. نعم. اوكي، وتحاول ان يتم مجرى النفس مفتوح. اوكي، نفس الشيء بعد تتصلون على الاسعاف. اما اذا كان اكبر عن سنه اوكي، في عمليه اللي هي تم الضغط على البطن. نعم. اوكي، هي نفسها للاكبر عن السنه، وهي نفسها حق البالغين. نعم، يتم الضغط باليد، تكون انت واقف ورا المريض اوكي، وتحضنه زين، وتتم تضغط على تحت الصدر وتحاول تطلع القطعه اللي بلحها لفوق. اللي موجود ينصح يشربون الطفل او اللي ما او شيء، حليب، عسل؟ ما ابد، ما ينفع. جميل جدا. نتكلم عن مساله القلب، مثلا اذا شفنا احد قدامنا اغمى عليه، كيف نتاكد مثلا من اذا هو في نفس، دقات القلب، هل ممكن نحن يعني نتصل بالاسعاف او نسوي له عمليه الانعاش، الضغط، نقدر نحن نتعامل مع هذه الحالات؟ اذا انت عندك دوره في هذه الشغلات تقدر هاي، بس كيف تكتشف اذا كان عنده النبض من اليد؟ نعم. اوكي، من جهه الابهام، من جهه الابهام هي هني بتعرف اذا في نبض ولا لا. اما النفس بس تحط يدك صوب صوب خشمه بتشوف اذا في نفس، في نفس. وضروري ان الواحد على طول يتصل في هذا احسن حل الاسعاف، وممكن حتى هم يوجهونك، يعني اذا مثلا موقع بعيد والاسعاف جاي في الدرب، ممكن احد المسعفين يتصل لك ويقول يكلمك ويكون معك على الخط ويقول لك شو تسوي. جميل جدا. حتى اظن الشريان هني بعد هني نقدر نشيك على النبض.
جميل. دكتور صراحة أبغي أتكلم عن تخصص طب الطوارئ، يمكن هذه من التخصصات اللي يعني لاقت قبول ما شاء الله، وخصوصا من الشباب يعني الفتيات وفي دولة الإمارات. كيف تشوفين هذا التخصص وأهميته اليوم أنه يكون موجود في كل المستشفيات، اللي هو أخصائي طب طوارئ؟ هو يعني مو طبيب عام، لا هو متخصص بالحالات اللي ترد لقسم الطوارئ. الصراحة له دور فعال في اللي تعتبر الإصابات الحادة أو الأعراض الحادة لكل مرض أو لكل مرض موجود في كل الأقسام. نعم. مثلا إذا جالي كسر، صح أنه هو تخصص دكتور العظام. نعم. إنزين، بس عادي إحنا نقدر نسوي الأساسيات. نعم. أوكي، بعدها نكلم دكتور العظام يشوف الحالة. مثلا إذا مثلا حد يالي عنده مشكلة محتاجة جراحة، أنا أعرف أتصرف بالأشياء الحادة. أوكي، بعدها إنزين نكلم قسم الجراحة يوني يشوفونه. مثلا بيلي طفل أعرف أتعامل معه كبدائيات، بعدين أكلم دكتور الأطفال إيه يستقبل الحالة. جميل. إذا يعني أخصائي طب الطوارئ هو يعني متخصص في الحالات، أغلب الحالات اللي ترد، وممكن يعني يباشر فيها لحين وصول أخصائي مثلا الأطفال، العظام، اي الجراحة، اي يعني اي مشكله قد ترد. ايضا في ما شاء الله نحن نعرفنا في تخصص اللي هو المسعف الجوي، صحيح؟ هذا بعد من التخصصات اللي مرغوبه. دكتوره كلمينا عنه شوي. المسعف الجوي اوكي بالغالبيه يكون يا انه خذا درس اسعاف بعدين تخصص بالاسعاف الجوي، او درس طواري وسوى سب سبيشاليتي بالترانسبورت. اوكي، اللي هو عن طريق نقل المرضى بالهليكوبتر. هي. وهذا دائما يكون يعني تقريبا يكون برنامج سنه كامله. جميل، حلو. يعني ممكن المسافر، انا كطبيبه طوارئ اقدر اسوي سب سبيشاليتي بهذه، يكون مدتها سنه كامله. جميل. وفي اقبال من قبل يعني الاطباء المواطنين والطبيبات في الدوله؟ في، ما شاء الله ما شاء الله، جميل. دكتور بتكلم عن حالات الحمى، ايضا هي من المشكلات اللي قد تواجهنا في المنزل، يعني ارتفاع درجه الحراره، كيف يتعامل معها والاطفال ايضا؟ لارتفاع درجه الحراره اهم شيء ان المريض ياخذ الدواء اول ما يكون في درجه حراره، لان كثير من المرضى مثلا انا صار لي 3 ساعات عندي حمى، شو اخذت؟ ما اخذت ولا شيء. ليش؟ قلت بيجي المستشفى. في يعني احيانا الحمى توصل الى درجه بالنسبه الى بالذات بالاطفال، اذا وصلت 40 ما اكثر عادي يصير عنده نوبه صرع من شده الحراره. فهذه هني يفضل ان الواحد ياخذ الدواء قبل انه ما يوصل المستشفى. عادي وصل المستشفى يقول عندي حراره بس انا اخذت الدواء. جميل، حلو. وهو يعني دواء ادور اتوقع موجود في كل البيوت. صحيح صحيح صحيح. ممكن حتى مساله الصداع، يعني قد يكون الصداع مزعج، وقد الإنسان يأتي له حالة صداع وحتى وهو مثلا يقود مركبته، فالأفضل أنك تأخذ مسكن، يعني لا تخلي الألم يصعب عليك يومك وأنت عندك. صح، خذ المسكن وتعال الطوارئ ونحن نستقبلك. صح. ما عندنا أي مشكلة. ذكرتي شغلة أو نقطة دكتورة أنا شكرت عليها، يعني صراحة، لأن لابد أن نحن إذا أخذنا أي أدوية في المنزل نبلغ الأطباء في المستشفيات، يعني حتى يمكن اذا الطبيب ما سالك، لا يعني انا اعرف الحين الطب دائما يسالك يقول لك خذيت دواء، عندك حساسيه، ممكن الطبيب خلال الفحص ما يسال مثلا هذا السؤال، لابد ان نحن نقول له هذا الشيء. مدى تاثير الدواء اليوم دكتوره على المريض، خصوصا اذا تناول دواء في المنزل ومن بعدها راح او توجه للمستشفى؟ بما ان تكلمنا عن الادول، اوكي بالنسبه للادول لازم كل وزن او كل مثلا الأطفال كل وزن، أوكي حتى الكبار بالعمر اللي وزنهم أقل عن 50 أكثر عن 50 لهم جرعة معينة. نعم. وكي يأخذونها كل 6 ساعات. صح. إذا هذه الجرعة تكررت أو زادت عن الحد، أوكي ندخل بالجرعة المفرطة لكمية الدواء، مع أنه هو أدول موجودة في كل مكان. نعم. بس الكمية الأدول إذا زادت عن حدها، أوكي عادي تصيب الكبد مشاكل. صح. فلازم الواحد يعرف، مثلا انا كطبيبه في اليوم اشوف 30 مريض بالطوارئ، بالغلط نسيت اسالك، قل لي ترى دكتوره انا اخذت ادول قبل ساعه. تفرق عندي دكتوره اخذت ادول قبل ساعتين، بعد تفرق. صح.
بقدر بعطيك مسكن او بعطيك دواء للحراره بس دواء ثاني صح. مو نفس الدواء. ما يكون في باراسيتامول او ما يكون في الادول هو نفس الباراسيتامول. باراسيتامول يعني هو اسم تجاري. فاقدر يعني اعطي دواء ثاني حق الحراره بس مو اعطي ادول عشان ما ازيد الجرعه صح. عن اللي محتاجها لليوم. بالضبط بالضبط لان في كميه معينه ياخذها وقيس على ذلك اي نوع من الانواع الادويه سواء كانت يعني تاخذ عن طريق الفم وحتى المراهم او كل الادويه هذه او البخاخات فيها نسب معينه فبالتالي لازم يعني تخبر الطبيب ان انا اخذت حبتين بنادول مثلا عشان هو يعرف حتى البنادول ايضا لانواع طبعا فالانسان لازم يكون شوي عنده ثقافه ب يعني انا عمري وحالتي المرضيه وشو جرعه الدواء اللي انا اخذها لانه ممكن يكون في يعني باراسيتامول كافيين او يكون مثلا في يعني انواع كثيره من المركبات كولد اند كلو في حين مايجرين جوينت صحيح صحيح فاكيد بالتالي لابد انه يكون في يعني علم او معرفه بالاشخاص بالادويه. بالنسبه لحالات الانسان كيف يعرف اذا عنده مشكله في القلب دكتوره؟ بالنسبه ل او ما مش مشكله بالالم الصدر او الم الصدر اوكي تصير حق كل حد نعم. اوكي بس انا كطبيبه الطوارئ اوكي اي حد عنده الم بالصدر ومش عارف من شو لازم يتوجه الى الطوارئ لان اول ما يوصل المريض باول 10 دقائق نسوي له تخطيط القلب نعم. من تخطيط القلب نعرف اذا كان في عنده مشكله بالقلب او سبب الم الصدر مشكله ثانيه نعم. مثلا اي واحد يجي انفلونزا عنده الم بالصدر بس الم الصدر عنده من الرئه مش من القلب صح فهني احنا نقدر نفرق او احيانا مثلا اللي يروحون الجيم احيانا يصير عندهم الم بالصدر صح. يكون هو من العضلات نعم مش صح. من القلب نعم. فهني انت تقدر تفرق بس ما اقدر انا عندي الم بالصدر بس لا ما بروح المستشفى بيعدي وبالنسبه لمثلا اذا تتكلم عن الجلطات او هاي المواضيع في عوامل انزين تخليني انا افكر انه هو قلب اكثر من شيء ثاني مثلا المدخنين اللي عندهم اصلا ضغط سكر اوكي او حد بالعيله عنده امراض بالقلب بعمر اقل عن 50 لا نعم. انا هني لا لازم اروح صح صح نحن نتكلم عن يعني كبار السن وخصوصا الانسان بعد ذكرتي الدكتوره اللي يعرف بعض الامراض تكون وراثيه فيكون يعني انا معرض اكثر لمثلا ان هذا يكون في يعني موجود فيني انا فبالتالي لازم اهتم في صحتي في مثل هذه الجوانب. دكتوره يعطيك العافيه على وجودك معنا، شكرا على هذه النصائح القيمه. اذا كلمه اخيره حابه توجهنا في نهايه اللقاء للساده المشاهدين. الله يعافيك. بس بالنسبه لاخر كلمه، كل شخص لازم يعتني بنفسه، اوكي؟ واذا كان عنده امراض لازم يلتزم بالنظام الغذائي او بالنظام العلاجي اللي متبع حقه عشان لا يدخل في مضاعفات اي مرض كان. جميل. شكرا لك دكتوره، يعطيك العافيه وبارك الله في جهودكم الكبيره. تسلم مالك. وان شاء الله دائما من تميز لتميز ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا. نشكر مشاهدينا ضيفتنا الكريمه الدكتوره فدوى الحمادي اخصائي طب الطوارئ على هذه المعلومات القيمه والمفيده. متواصلين معكم مشاهدينا وننتقل الان الى فقره سوق الجبيل مع زميلنا المبدع سلطان الشامسي. طبعا قام مسبقا بزيارة قسم المكسرات وعاد لنا بهذه الفقرة المتابعة.